مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقائكم، سعيدة بالتواصل معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وكل أوفياءنا اللي كيتابعونا أكيد على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. كنتمنى لكل من هو على مائدة الغداء شهية طيبة بصحة والراحة، لمن هو على طريق السلامة، الناس اللي هما في عطلة استمتعوا بوقتكم بصحة والراحة، الناس اللي في العمل ديالهم كنتمنى لكم يوم موفق، ولكل مستمعينا فين ما كنتوا كتابعونا سواء على أثير ميد غاديو أو عبر www.medradio.ma أو عبر الابليكاسيون سمارتفون ميد غاديو. شكرا لكم على محبتكم ووفائكم ومرحبا بكم. أكيد أنه برنامجنا مفتوح معكم ككل يوم ثلاثاء، لقاء خاص بالديكور الداخلي. أرقامنا الهاتفية مفتوحة من أجل التواصل 0522-46-72-50 أو 51 أو 52، أيضا 0522-88-00-60 أو 61 أو 62. كيف ما يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج واللي هي سيدتي سادتي، أو عبر الصفحة الرسمية لإذاعة ميد غاديو، ميد غاديو أوفيسيال. وما تنساوش بطبيعة الحال دائما معكم قناتنا على اليوتيوب واللي هي بطبيعة الحال ميد غاديو أوفيسيال. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وككل يوم ثلاثاء غادي نرحب بسامي دنان خبير ديكور معنا بطبيعة الحال باش يجاوب على جميع أسئلة ديالكم. مرحبا بك سامي. اهلا بك بجميع المستمعين الاوفياء. احوال طيبة على خير؟ الحمد لله. الحمد لله. سامي، بطبيعة الحال مي كنتكلموا على عالم الديكور الداخلي كنتكلموا على التفاصيل الدقيقة في البيت، وطبيعة الحال كل حاجة كنحطوها في بلاصتها، وغالبا مي تنصلحوا الدار اولا مي تنبنيو الدار اولا تنفكروا اشنو يمكن لنا نديرو في الارضية، شنو يمكن لنا نديرو في الديكور، شنو يمكن لنا نديرو هنا، شنو يمكن لنا نديرو هنا. بزاف ديال الاسئلة كتطرح شنو هو اللي يناسبنا في الارضية. الناس كيقول لك انا بغيت الرخام، لا انا بغيت الموزايك، لا انا بغيت الباركي مثلا نديرو في الدار كامله، واش كيناسب الدار كامله ولا ما كيناسبش الدار كامله. كتطرح اسئله كثيره. هنا نبغيو نعرفوا معك سامي كيفاش نختاروا الارضيه المناسبه على حسب كما كنقولوا البيجي ديالنا. داكور، بالنسبه لهذه النقطه هذه بالذات، يعني بالنسبه للارضيه غادي نبداو مثلا بلونتري ديال الدار، نبداو بالصالون مع لونتري ديال الدار، الدخله ديال الدار. هنا كيبقى كما قلتي على حسب الامكانيات، على حسب البيدجي. ممكن انا نديرو زليج، ممكن انا نديرو رخام، هو كيبقى الرخام كيبقى افضل، يعني شورتو الى خدينا رخام بواحد الجوده اللي هي مزيانه كيكون احسن. علاش احسن؟ يعني كاين داك المشكل اللي كيوقع في الزليج، هو من بعد واحد المده فاش كنكونوا دايرين لابوز، ممكن ان واحد لابارتي في الزليج كتهرس، ممكن كتوقع فيها شي مشكل، ممكن سوء الاستعمال ديال المواد ديال التنظيف مثلا كيكونوا دي ديتيرجون اللي فيهم لاسيد، ممكن انهم كيخسروا لنا ديك لابريونس، سواء كان ديال الزليج او الرخام. بالنسبه للرخام في هذه الحالات كاملين ممكن انه يتصلح، ممكن اننا نديروا بوليساج، ممكن نديروا لا كريستاليزاسيون، يعني وممكن كاريمون الى كانت رخامه تهرسات ممكن انها تبدل، ولو ان تدوز عليها مثلا 5 سنين او لا 10 سنين او لا اكثر كاع مده اطول. كيخصنا غير نلقاو نفس لا مارك، وكنعرفوا بان الرخام راه يعني ديما موجود، يعني كندويو على موديلات ديال الرخام راهم معروفين وموجودين. نعم. فهاد النقطه اللي سمحتي لي يا سامي، قربنا شويه من الثمن. ملي كنتكلموا على الرخام نقدروا نحطوا ثمن ما بين وبين مثلا هو غادي نهضروا على المتوسط ديال الثمن، لا مويان تقريبا غنقولوا تقريبا 300-350 درهم. يعني 300-350 درهم ممكن ان المتر كار. يعني ممكن كاين ديال 140 درهم، 150 درهم، 160، 200 درهم، مي هادو كنقولوا البازيك لونتري دو كام. مي كنقولوا الا بغينا كاليتي مزيانه ويكون لاسبي مزيان كتعول تقريبا لي زانوتور ديال 300-350 درهم المتر كار. محطوط؟ لا، غير الرخام. هضرنا على الرخام. كيف ما قلنا بالنسبه لهذا الرخام يعني ممكن انه يتصلح، باش نرجعوا للنقطه. بالنسبه الى وقع لنا نفس المشكل في الزليج وكانت دازت واحد المده وما بقاش عندنا من داك الزليج، نقدر نقول لك امبوسيبل انك تلقى باش غتعاودو، كتكون مضطر انك تعاود مثلا الا جاتك في وسط الدار تعاود وسط الدار كامل، او الا جاتك كويزين ولا في صال دو بان خصك تعاود ديك لابياس كامله. هنا فين كاين المشكل؟ هذا الفرق. يعني هنا علاش كننصح بزاف ان يكون رخام في الارضيه ديال الدار احسن ما يكون زليج. بالنسبه لي سال دو بان مع الكوزين،
ممكن اننا ندخلوا نفس الرخام اللي كاين في الدار يدخل ليهم، غير هو بشرط يعني كيخصو يكون موالم مع الزليج او لابياج اللي عندنا في هذيك لابياس. في بعض الحالات الا ما كانش ممكن تما ممكن اننا نغيروا ونديروا زليج بالنسبه للارضيه سوا ديال الكوزينه او ديال الحمام. غير تكون واحد لارموني في اللوينات وفي كنهضر لارموني يعني داك التناسق غادي يكون ما بين الارضيه والحيط ملي غندخلوا لابياس. وما بين وسط الدار والغرف. وسط الدار ماشي مشكل حيت كيتقطع بالباب. متسامحين فيها هاد المساله. ماشي مشكل. هو الا كان رخام عندنا في الدار ودخلناه لي سال دو بان ودخلناه لاكوزين كيكون احسن. كيكون احسن. غير هو خصو يتناسق لنا مع الزليج اللي عندنا في الحيط. اييه. بالنسبه لي شومبر كنفضل يكون باركي. الباركي ملي كندويو فيه يعني حتى هو عالم ديالو بوحدو يعني فيه ديكالي تكتار والاثمنه غدا وكتب يعني عاود قربنا سامي من الاثمنه مثلا باركي منين نبداو حتى اللي يمكن حتى اللي يمكن نوصلوا الباركي تقريبا الا بغينا كاليتي مزيانه ما كن هنا كنهضروا غير في ستراتيفي ماشي في الماسيف. تقريبا غادي نبداو بوزي فورنيتور بوز غتعول تقريبا في لي زالونتور ديال 250 درهم للمتر كاري بوزي. 250 درهم محطوط. حيت ممكن اننا كنمشيو لي كروند سيرفاس كتلقى بانه اكسبوزي ب 80 درهم ولا ب 90 درهم للمتر كاري ولكن غير لي لام بوحدهم. ما دخلش فيها لا بوز، ما دخلش فيها لي بلانت، ما دخلش فيها يعني غير دوك الطرافي ديال العود الكبار وصافي ما كاينش يعني الدوره ما كاينش لاموس التحتانيه ما كاينش بزاف الحوايج. ما كاينش لا بوز، ما كاينش السيليكون، ما كاينش الباكيت، ما كاينش بزاف الحوايج. مي ملي كتجي في التوتال بلا بوز وكل شيء تقريبا كتطلع تقريبا في لي زالونتور ديال 250 درهم للمتر كاري. نعم. وعاود من حدنا وحنا كنزيدوا في ليبيسور ولو بخي كيتزاد. كنزيدوا في العرض. في العلو. في العلو ديال مثلا كاين 7 ولا 8 مليمتر كاين 10 كاين 12 كاين 14. ما عندنا كنطلعوا حتى من كيطلع. بيان سور. وعاود ملي غادي نخرجوا من الباركي ستراتيفي كاين لو باركي سومي ماسيف. اييه. عاد كندوزو الباركي ماسيف. الماسيف هو الا بغينا يعني الا كاين الامكانيات كيكون افضل. هو كيكون كيجي كونتر كولي يعني كيلصق الارض كيتلصق وكيدار له البوليساج ديالو ولو فيرني ديالو عنده فيرني سبيسيال. لافونتاج ديالو بحال اللي كنقولوا بحال شكل الرخام. صحيح. هو صحيح وممكن يدوز عندنا واحد المده مثلا ديال 4 سنين او لا 5 سنين على حسب ملي كيبان لنا بدا كيتكرفص ممكن اننا نعاود يتحك وتعاود دير له فيرني وممكن انك تبدلو كاريمون حتى لا كولور. اييه. يعني ملي كنقول غتبدلو لا كولور غتزيد تفونسي واحد شويه ما يمكنش تفتحو. تغلقو. كتزيد تغلقو. يعني هذا هو لافونتاج ديال الباركي ماسيف. الباركي ماسيف تقريبا باش نوضحوا للمستمعين تقريبا في واحد 600 درهم للمتر كاري بوزي حتى هو. مي فرق كبير بينه مع لو باركي ستراتيفي. مشكل ديال الماء هما كلهم من الاحسن ان ما يقاسوش الماء ولكن الماسيف كيصبر اكثر وحتى الا قاسوا الماء ممكن ان يتنفخ شويه وكيعاود يرجع ممكن ان تبدل له غير اون لام من الوسط وممكن انها تقاد يعني هنا فين كاين الفرق. نعم. حنا اكيد مازالين معك سامي ومازال مستمرين بطبيعه الحال واليوم تعرفنا على شنو يمكن اللي نفكروا فيه بالنسبه للارضيات بطبيعه الحال وحنا اكيد كنرحبوا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا. لقاءنا مازال مفتوح معكم حتى لوحده غادي نمشيو فاصل وراجعين نستقبلكم بقاو معنا ما تمشيو فين. من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو مازال مواصلين ومازال مستمرين. مرحبا بكم مرحبا بكل انضم لنا لحظه في الاستماع. اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا. ارقامنا الهاتفيه مفتوحه لكم اجل التواصل 0522 46 72 50 او 51 او 52 ايضا 0522 88 00 60 ولا 61 62. مرحبا بالجميع بطبيعه الحال ارقامنا الهاتفيه مفتوحه لكم وايضا التواصل معنا عبر الفيسبوك مفتوح لكم ودائما معنا سامي دنان خبير الديكور الاجابه على اسئلتكم. غنحاول ناخذ معايا بعض الاسئله سامي. نبداو بلاله مجده كتقول موفقين باذن الله عرفتي ساكون في الموعد ان شاء الله. الله يحفظك يا مجده شكرا لك. صباح الخير اختي سكينه انا تنعشق المطابخ بالخشب. اييه وتيبانوا ليا كلاس كثر ولكن شفت الالومنيوم منتشر بزاف واش زعما هو احسن من الخشب واش فعلا الخشب تيجمع البخوش. انا ضد هذه النقطه الاخرى. يعني إذا كان مديور في الدار يعني الدار كيف ما كان نورمالمون كيخص يكون مدير واحد لو تريتمون وما فيها باس إذا تعاود على الأقل مرة في عامين يعني إذا كان لو تريتمون ودار مرة في عامين يعني كنتهناو من هذا المشكل هذا. أييه.
بالنسبه للنقطه ديال الكويزين، من الافضل انا كنفضل الخشب. ما كنفضل الخشب. والصراحه الخشب راه عاوتاني حتى الصح كيبقى واحد المده طويله كيبقى صح، وكما قلتي لا ديوري دي في ديالو طويله وكيبقى احسن. نعم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي سكينه سولي لي المصممين على نوع الخوامي اللي خارجين الصالون والسيجور. بالنسبه للخوامي، يعني بالنسبه للسيجور يكون افضل اذا كان عندنا سورتو الالومنيوم، كيكون من الافضل ان سوا يدير ستور جور نوي سوا يدير ستور باتون. يعني اذا كانت الجلسه مودرن يعني عصريه، سيجور غالبا غدا تكون عصريه، الجلسه غتكون عصريه، يعني سوا نديرو ستور باتو سوا يكون دي ستور جور نوي. بالنسبه للصالون البلدي كاين في بعض الحالات اللي ممكن يكون غير ان سول بانو مع الفوالاج، وكاين في بعض الحالات اللي ممكن اذا كانت الجلسه بلديه روميه ممكن ان نديرو دو بانو ستور باتو الفوالاج وفوق منهم ان سول بانو اللي كيكون مجموع في واحد الجهه. يكون اذا مسالك هذه الا بغينا نقولوا قواعد اساسيه، وكيبقى الالوان اللي هي اللي فيها الفرق. الالوان كيبقى الاختيار على حسب الخامه ديال التوب، على حسب الفراش اللي عندنا باش يكون متناسق معاه، وكيف ما قلتي الخامه ديال التوب كتبقى عاود على حسب الامكانيات. نعم. السلام اختي سكينه، شكرا جزيلا على البرنامج. شكرا لك لا مريم، لكم جزيل الشكر على نصائحكم. بغيت نعرف احسن نوع ديال الام دي اف الخاص بالمطبخ. ما كاينش يعني احسن نوع ديال الام دي اف، يعني كيبقى الام دي اف بالنسبه للمطبخ غالبا كيكون كاين، هذه ماشي ماركه مي الموديل ديالو كيتسمى الكلوس، لاي كلوس، هذا نورمالمون هذا ريفيرونس. هادي ما غاديش الا قلنا ريفيرونس غندخلو في الماركات، يعني هذا كيبقى اسم ديال واحد النوع ديال الام دي اف، وبزاف ديال الشركات كيديروا عندهم نفس الاسم باش نحددوا. كيبقى باش هو كتبقى لا فاس ديالو بريونت، يعني فيها لا بريونس بزاف كيبري بحال الزاج تقريبا، وفيها الالوان، يعني كل شركه يعني دايرين الالوان ديالهم. كاينين بعض الالوان اللي هما ستاندار اللي كاينين عند لي سوسيتي كاملين، وكاينين دي ريفيرونس اللي كل سوسيتي دايره لا ريفيرونس ديالها سورتو في الديكور. اييه. كيبقى هنا بصفه عامه كيبقى يعني على حسب الموديل اللي غتختار السيده على حسب الذوق ديالها. نعم. السلام عليكم اختي سكينه، الله يعطيك الصحه والتوفيق ان شاء الله، برنامجك مميز مثلك، شكرا لك. الله يوصل الله يكبر بيك، وكنستافدوا منكم بزاف. لاله اختك الله يخليك، ما قري السؤال ديالي. مرحبا، راه اليوم غنتقداو الصباغه لدارنا ان شاء الله، بغيت نعرف اي نوع افضل، وبالنسبه للبيت الدراري شنو ندير لهم، يعني الصباغه اللي تكون تمسح وتغسل، وكذلك في الحيط ديال الدروج حيت غيوصل الماء ديال التسياق والسطح كذلك باش نصبغوا، واللون اللي تنصحوني بها. بالنسبه للصباغه ديال الدار يعني هذا موضوع ندوي فيه ان شاء الله، نديروا ليها. بالنسبه للسيده يعني الا كان الامكانيات انها دير صباغه ديكور، يعني ممكن انها ديرها في الدخله ديال الدار مع لو صالون. ملي كنقول انا الدخله ديال الدار مع الصالون، يعني كاع لي زيسباس اللي محلولين على الصالون، بس سواء كان سيجور او لا غير لو هول مع الكولوار، خصهم كلهم تمشي الصباغه كما كنقولوا ما تقطعش، خصها تمشي بلون واحد. من الافضل انها تمشي في ان كولور ستاندار اللي تكون نوتر، سوا بيضاء البلون ولا البلون كاسي او لا كريم، يكون مفتوح بزاف. هذه بالنسبه للصباغه ديكوراتيف اللي غدير في الدار. اذا هذه غتمشي بها الصالون والهول كاع لا بارتي اللي محلولين على الصالون وعلى الدخله ديال الدار. اييه. اباغ الى مثلا في الدخله ديال الدار كاين واحد ليسباس اللي ممكن تكون فيه ان كونسول ولا يكون فيه ان بوفي، هو اللي ممكن ان من الافضل انها دير فيه بابي بان باش بور كاسي باش تهرس. يبقاو لي شومبر، انا شخصيا بالنسبه للبيوت نعاس لي شومبر سورتو ديال الدراري، قالت لك كتبغي صباغه انها تغسل غدير صباغه تكون ساتيني، يعني صباغه ديال الزيت ولكن ماشي الماط وماشي ما بين الماط، مخلط الماط والزيت كتكون مخلطه. يعني من الافضل مثلا اذا كانت الوليدات باقيين صغار، من الافضل انها تخليها بيضاء ودير ملصقات ستيكر اللي غديرهم ديرهم في لا شامبر، غير باش تحيي شويه لا شامبر ودير الغابيل مثلا اللي كان عندهم دي دغا او دي لي اللي فيهم ديكور. واخا بلاتي باش نعاودوا مع هذا، اذا دابا الصالون والدخله ديال الدار نديروها بصباغه ديكوراتيف اللي معروفه راه فيها واحد التمويج معين، ما كايناش غير هي، يعني كاينين ماركات اخرين غير هي، زعما الشكل ديالها الشكل ديالها هي الاخرى اللي كاينه، لانه كاين مجموعه ديال الاشكال هذه الاخرى دابا اللي متعامل بها ياك.
اذا غادي ديرها كما قلتي في لون نوتر، يا ابيض يا بلون كاسي من الافضل. بالنسبه لغرفه النوم ديال الوليدات ساتيني، يعني ما بين الغرف و... غرف بجوج لا ديال الوليدات لا ولا ديالها. من الافضل انها تكون في تكون بصباغه هي كلها راه كتسمى ديال الزيت باسكو كتخلط بليسونس. اييه غير من الافضل انها تكون ساتيني باش ما تكونش ديك لابغيونس مجهده بزاف وما تكونش عاود مات. نعم بالنسبه للدروج اللي كتقول حيت غيوصلهم الماء ديال التياره، الدروج الا كان الا كان ضروري يعني حتى هي تدوز بالساتيني. المشكل ديال الصباغه ديال الزيت بصفه عامه يعني كانت ساتيني او لا لاكي بريون او لا كان المات كتبين العيب، كيخص كتبين العيب يعني كيخص الصباغ اللي غادي يصبغ كيخصو يدرس الحيط مزيان وما يبقاوش ما يبقاوش كاع لي تراس كيبانو ديال مثلا الا كان شي ترونشي تحفر ديال الالكتريسيان ولا ديال البلومبي يخص يدرسها مزيان عادي تصبغ. هي كتبين العيب هذا هو المشكل ديالها. نعم بالنسبه للسطح، السطح كنعرفو يعني غيمشي بالكاوتشو الصباغه ديال الماء، الصباغه ديال الماء ديال الاكستيريور اللي كتصبر. السطح غالبا غادي يكون بيض بيض والدروج بيضين. الدروج ممكن يعني من الافضل ان يكون بيض، ما كانش بيض ممكن تزيد واحد النقيطه ديال الكريم. اييه باش هكذا كيبقى عندها فرصه، اول حاجه كتقدر مبهجه، ثاني حاجه ممكن تلفوش الا بغينا نختاروا اللون في الفراش. وي. احسن نبقاو بهذه الالوان هذه قاعده، احسن نبقاو بالوان مفتوحه وخفيفه. نمشيو ناخذوا لاله حكيمه من مكناس. مرحبا بلاله حكيمه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاله ديالي الله يخليك لينا لاله، مرحبا الله يحفظك. شي كاينه الزوينه ديالي. الله يا لاله سعداتي هذا الصباح. الله يكبر بيك لاله حكيمه، شكرا. لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك، انت على خير الحمد لله. كي دار الخبير ديالنا لاباس عليه؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله. غير بغيت ناخذ واحد الراي ديالك عافاك. عندي واحد السيجور، السيجور عندي مصبوغ بالقري ما بين مغلوق ومفتوح، وعندي طلامت في القري والبيض. بغيت ناخذ عافاك الراي ديالك في الريدو، واش ناخذ البيض واش ندير القري؟ هو من الافضل دير البيض حيت ديجا ديجا الثوب على ما كيبان لي غيكون مع الحيط مقاربين في اللون. شكرا. مقاربين في اللون. والزربيه هي غتكون درتيها في القري؟ لا عندي الباج. في الباج كانت عندي قديمه، ما نهار اللي درت طلامت كانت عندي الزربيه. دابا والباج خارج خارج من شي موتيف في طلامط ولا لا؟ لا حيت الباج غيجيك بعيد. لا الباج بعيد بصح. بالنسبه للريدو يعني باش تهرس من الافضل ان يكون بيض. نعم. والطابي خصو يتبر خصو يتبدل باسكو الباج غادي يجي بعيد. دابا اوبليجي حيت دابا الخطا اللي درتي هو ان الصباغه صبغتي بالكري يعني بنفس اللون ديال 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 الفراش. في هذه الحاله يعني الزربيه غديرها في ان كري اللي يكون ديغرادي ديال ديال الطلام. ديال القطعه يكون مفتوح عليهم، يكون مفتوح عليهم قريب مفتوح. وي نعم بارك الله فيك. ورحمه الله حكيمه. نعم مرحبا مرحبا لك. اهلا وسهلا. الله يحفظك تبارك الله عليك. صحك مبروك. مرحبا. شرط نستقبلوا مكالماتكم. ناخذوا لاله جميله من الخميسات. مرحبا بك لاله جميله. السلام عليكم اختي سكينه. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم سي سامي. عليكم السلام ورحمه الله. لاله الله يجازيكم بخير على هذه المعلومات اللي كتعطيونا. الله يبارك فيك لاله. شكرا. الله يخليك. بغيت بعدا واحد المساله، السيمانه اللي فاتت كنت فونيت عليكم، كنت سولتكم على واحد السده درد الخشب ودرت لسي سامي واش ممكن نصبغهم، وقال لي صيفط لي في الواتساب. راني صيفطت دابا الفيسبوك ماشي في واتساب. فيسبوك حيت عطاتني قال لي دوزي ستوندار وعطاتني. واخا صيفطي لي في الواتساب. وي صيفطتهم. دابا صيفطتهم الثلاث اللي فات. الثلاث اللي فات. وي داكوغ. وهذه من جهه، نعطيك السر من جهه اخرى. في لاكويزين عندي درت دايره الخشب ودايره غير لو بواغوج غير داك العادي. الكارلاج عندي في الباج وعندي غير واحد الحيط اللي دايره بزليج باج. دابا كانت سائل وهذه الطبله رخامه في كحله داك الجالاكسي. وي ودابا بغيت نعرف عافاك يعني قالوا لي الناس من الاحسن انك تصبغي الخشب. الصباغ قال لي لا خليه في لونه ماشي ضروري. انا دابا كنقلب لقيت افكتيفمون لقيت صور لقيتهم. ما تحتاجش تصبغيه ماشي ضروري. ما تصبغوش؟ لا ماشي ضروري. ما عجبنيش. الا ما عجبكش شوف هنا حيت كاين فرق ما بين قالوا لي الناس وما بين ما عجبنيش. الا انت ما عجبكش وما مقتنعاش ممكن لك انك تصبغيه باللاكي باللاكي بلون بالبيض. البيض وي ممكن انك تصبغيه بالبيض وممكن انك مثلا بحال دابا هذه الصوره اللي صيفطتي لي اللي فيها 3 تيغواغ ممكن تصبغي كل شيء بالبلون. هاد التيغواغ الوسطاني دوزيه بالكري ان كري شويه كلاغ.
داكور وعاود في لي بورت تختاري واحد دو ولا 3 بورت اللي ديريهم بالكري ولو ريست كامل يمشي بالبلون داكور واخا عندي الباج لي طاغي في لا كويزين حيت انا كنشوف هنا ما بينش بزاف الباج عندي باج ما عنديش في الكري ربما ما باج جو كرو ما باش مزيان ما بينش مزيان في الصوره الا كان عندك البيج الباج وغالب وباين يعني بلاص ما دير الكري ممكن دير كريم ممكن دير الباج داك غادي ديال هذاك اللي فزليش واخا الله يعطيك باش دير به غير الغابيل وبالنسبه لسدا درهم فاش شفتي دابا تصورات واش انا كنشوف فيهم واش اللي قلنا نصبغهم هو موديل بالنسبه للموديل يعني ممكن تصبغي هذا الموديل ممكن تصبغيه وهذاك الموتيف اللي كاين في الوسط ممكن دير له الباتيناج مثلا صبغتي بالكري او لا بالشامبان او لا بالبلون هذاك الموتيف يدوز فيه واحد لاكوش ديال الباتيناج اللي هو تقريبا كحل وكيعاود يتمسح باش غير دوك الموتيف دوك العيون ديالو دوك العوينات ديالو يبقاو شادين هذاك النوار ولا سيرفاس كترجع بيضاء سي سامي ميمكنش حيت انا وريتك واحد الصوره تما حيت عندي واحد الدار متكي على الدروج هي فيهم الحديد في البيض وداك النحاسي هذاك النحاسي اللي كاين ممكن انك هو اللي ديريه في لي فاس ديال السدادر باسكو ما غالبش بزاف على الباسامانو على الحديد ديال الدروج ممكن ديريها هو اللي ديريه في لي فاس وديري له الفلوس دير له الباتيناج واخا تكسروا هذاك الصالون اليق حيت انا دابا درتو حيت قلت لك ديك المره عندي فيلا محلوله صالون بلدي مقابل مع الرومي وهذاك بغيت نستعملهم في الرومي دابا هذا هو الاشكال يعني فاش غنصبغ هذا ماشي رومي نديرو نص نص وي ممكن ان الطلامط يكونوا في الاوني والخداد يكونوا غالب عليهم الاوني وكلكو كوسان اللي يكونوا اللي يكون فيهم يكون ان موتيف سوا بغودي ولا مرحبا لالا ناخذ السي محسن من رباط مرحبا بك السي محسن محسن من رباط مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بخير. الله يطول عمرك السي محسن. نشكركم لله ونشكر السي سامي جلال على هذه المعلومات القيمة اللي كيعطينا. الله يبارك فيك سيدي. بارك الله فيك. الله يخليك عندي ثلاثة ديال الأسئلة في العود وفي كاس الدارت وفي الأرض. مرحبا سيدي. بالنسبة للأرض عندي لا موزيك وتوسخ بزاف ما بغيت ندخل ماكينة ما بغيت ندخل واش ممكن كاين شي مسائل اللي علاش اسمح لي هو ما كاينش ولكن علاش ما بغيتيش تدخل الماكينة هو داك الغبرة وداك اسمح لي غنقطعك الماكينة نعم سيغتو ملي كيكون ديجا لا موزيك أو لا الرخام يعني سوا لا موزيك أو لا الرخام ديجا كاين وبغينا غير نديرو بغينا غير نقيوه راه ما كتكونش الغبرة الماكينه راه كتخدم بالماء داك يعني كاين شويه ديال الصداع وممكن ان الدار كامله مثلا واحد المساحه ديال 80 او 90 او 100 متر ممكن انها تدوز ماكسيموم 3 ايام 4 ايام داك يعني ما فيهاش الغبره معاك واخا وبالنسبه للحيوط عندي تادلات وبغيتها تعاود شويه تضوى شويه يعني مع المده شويه بدات تقدم داكوغ الا ما فيهاش لي طاش او لا ما فيهاش شي ضربات يعني ما مضروباش ممكن ان تعاود لها السيراج فيها كيلكو طاش كحل شي جنايب كان الماء وداك الشيء مع المده بقات كحله دابا هذا هو المشكل يعني غادي تجرب في هذوك لي طاش ان المعلم يجي يغسل شويه هذاك السيراج بليسونس الا تحيدوا لي طاش راه ممكن انك تعاود لها السيراج ومن الافضل ان ملي تبغي تعاود لها السيراج ديرو بلا ماشين يعني كاينه واحد لا ماشين اللي هي مانيوال صغيره كتخدم بالضو وصغيره كتشد باليد ممكن ان يدوزها على الحيط فوق السيراج كتربح شويه الوقت وان ميم طون كتعطي ديك لابريونس مقاده يعني كيف الفوق كيف التحت كنعرفوا باليد كتاخذ شويه الوقت ويقدر المعلم على حسب المعلم ما كنهضرش على كل شيء مي غالبا يقدر يتعطل ويزقل لك شي بليس مي لا ماشين كدوز على الحيط كامل نعم سي محسن سؤال ثالث سؤال ثالث بالنسبه للعود عندي ذاك السدادر فيهم العظم ايوا وشويه تا هما بحال داو شي قدام وتيتوسخوا بحال مسخين بحال يعني شنو طريقة التنظيف ديالهم زعما باش يولي بريون شوية ويرجع في الطبيعة ديالو غتقدر دير لهم إلا دوز واحد المدة ممكن أنك دير لهم واحد الكوش ديال الفيرني
يعني كدوز غير من الفوق، هما كيتنقاو في الاول الا كانوا فيهم الا كانوا مسخين مثلا، والفيرني غالبا كيكون سيلولوزيك كيكون مخلط بالديليون، كيجي الفيرنيسور كيمسحهم بالديليون هو الاول باش يحيد لي طاش، ومن بعد منها كيدير اون كوش ديال الفيرني كيدوز عليهم راه كيرجعوا جداد. المشكل هو الا فيهم شي ضربه هي اللي كتكون صعيبه في الغطوش ديالها، اما اذا كانوا غير ديطاش او لا قدامه وبداو كيشهبوا شويه او لا 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 كما قلتي ديطاش كيكون غير بالفيرني، كتعاود لهم يكوج الفيرني كيطلعوا مزيان. مرحبا سيدي، اهلا وسهلا. مرحبا سي محسن، تبارك الله عليك، تحياتي لك سيدي. مرحبا مرحبا. ناخذوا لاله سعاد من الدار البيضاء. مرحبا بلاله سعاد. مساء الخير اختي سكينة. مساء الورد يا لاله. الله عليكم. الله يكرمك. غاديو الله يحفظك يا لاله. اذاعه بنتي يا رب. الله يطول عمركم لاله. يخليك. شكرا. سلام خويا دانا. عليكم السلام ورحمه الله. لاله الله يبارك. الله يستر عليك. بغيت نقول لك انا عندي الدار ديالي عندي الصباغه بحال داك الشكل كوبيل. ياك انا غير ما نذكروش ماركات معينه عليها. لا لا غير سمي اللون. اللون اللون نعم اللون. وانا بغيت نغير اللون، بغيت ندير البيض لو بلون، وبغيت ندير ديك الصباغه ديال الزيت. واش زعما اللي كنا كنديروا شحال هادي صباغه الزيت وي واش زعما مع الجو ولا مع زعما الموضه؟ بغيت نقول لك بلاتي دابا دير صباغه زعما لا باش نمشي وحده وحده. دابا بالنسبه للصباغه اللي كانت عندك هي مغلوقه شويه مارون وعندي لدرجه انه كلشي عندي مارون، بيبيوتيك مارون، طبالي مارون، سالمونجي مارون، كلشي مهرسه بشويه ديال لي كولور. بغيتي تعاودي الصباغه؟ بغيت نحيدها. قال لي الزوج ديالي حيدي هذا اللون عينا منه. هو في صراحه يعني ملي كيكون واحد اللون مغلوق وغالب على الدار كيتمل. لا هو عندي الصالون في البيج مقابل، انا عندي كلشي بحلول، شي كيشوف شي. داكور. وقلتي بغيتي تعاود الصباغه بالله؟ بغيت نعاود وما بغيتش ندير هاد الصباغه دابا اللي كاينه. علاش بغيت ندير صباغه عاديه اللي كانت ديال الزيت؟ علاش؟ حيت هذه كتعذبني في الغسيل، الى هي طاش كنبغي نمسحها صعيبه. دابا وي انا متفق معك، يعني لافونتاج ديال الصباغه ديكوراتيف دابا اللي كتخرج اللي هي ايكولوجيك. نعم. بالنسبه للغطوش الا كانت اون طاش راه كتمسح، و الا كانت شي طاش اللي شويه صعيبه لافونتاج ديالها هو الغطوش كيدار في ديك لابارتي، ممكن ان دير تصلح هذيك الضربه اللي عندك وما كيبانش الفرق، ماشي بحال الصباغه ديال الزيت خصك تعاود البانو كامل. هذه باش مزيانه وهي كتبين الدار. الا كان ما مقتنعش بها وبغيتي دير الصباغه ديال الزيت ما ديرهاش بغيونت بزاف، تكون ساتيني غادي يكون احسن، وكم سا دوز بها لونتري ديال الدار والصالون. نعم يعني ما زيتيه ما مات. وي. ناخذوا نزا من تماره. مرحبا بلاله نزا. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا انت لاباس. مرحبا بلاله، الله يطول عمرك. انت على خير. عنا عليك باش ما تمنيتي ان شاء الله بالصحه والسلامه. سيدي انا لاباس عليك. الحمد لله لاله، بارك الله فيك. الله يخليك. عندي واحد جوج صالونات، واحد بلدي واحد رومي. اييه. منقشين بنقش واحد بنقش بلدي واحد نقش رومي. اها. وباش بقي دابا نيت الصباغ عندي نيت دابا في الصباح، بغيت اش من لون عافاك تنصحني به نديرو في البلافون. بالنسبه للبلافون من الافضل خليه بيض. ديرو دابا خليه بيض. لا البلافون درتو في بيض، تنهضرك على النقش. هذاك النقش ديال البلافون ديال القبس من الافضل انه يبقى بيض. مثلا كاين بزاف ديال الناس. دايره سمح لي دايره غير في بلاصه السريه وفي الطول ديال القناص. ما دايرهاش في الوسط كاع بزاف. وي دابا هذاك النقش اللي عندك في الصالون ديك لابارتي ديال التريا وفي الدوره ديال الصالون مثلا الا بغينا نديرو فيه شي لون، كاين بعض الناس اللي كيدخلوا فيه لورونج، كاين اللي كيدخل فيه البوردو، كل واحد اللون اللي كيدخل. داكو. دابا المشكل هو ملي كتدخلو يبقى عندك مشكل ديال الفراش، ما يمكنش تفرش باي حاجه. يعني من الافضل انه يبقى بيض، راه النقش واخا ما نصبغوهش راه كيبقى يبان كيبقى يبان لنا، من الافضل انه يبقى بيض وكم صافي الفراش ما يكونش عندنا مشكل. مرحبا لاله نزهه، ان شاء الله موفقه. ناخذوا معنا بعض رسائل سامي. تحيه ليك لاله سكينه والاخ سامي، منورين ما شاء الله عليكم. معكم فاتي ويحيى من الرشيديه. شكرا ليك لاله فاتي، شكرا ليك على هذه الكلمات الزوينه في حقي لاله يخليك. السلام عليكم اختي سكينه، عافاك. بغيت نسول سي سامي، انا شريت بقعه 50 متر وبغينا نبنيوها، ولكن ما بغيتش ندير الدروج حدا الباب، واش يجيو الا درتو من الداخل؟ علما انه
يعني الوسط ديال الدار مشات بالطول، ما عندناش المساحه بزاف في العرض. وشكرا، نتمنى تجاوبوني الله يخليكم. بالنسبه للجواب يعني الدروج ممكن ان يكونوا لداخل، غير هما كيوليو كياكلوا لنا المساحه بزاف. يعني خاصه ضروري دير مراح، يكون مراح يعني ضايع، ما يفرش يقدر يكون كولوار، كتقدر على حسب يعني. ما يمكنش لي الا ما شفتش لو بلان ديال الدار او لا سورتو البلان ديال الدار، مي بصفه عامه الا ما كانتش المساحه كثيره بزاف والدروج درتيهم لداخل يعني راه غادي تاكل لك شويه من المساحه. نعم. سؤال كيقول من فضلك، هذه هو المطبخ ديالي، بغيت نزيد نبني في البوتاجي بلاصه البوطه ونبدا الرخامه وندير بلاكا، نبدل واقيلا نبدا الرخامه وندير البلاكارات، سوريا فاكسي سامي لون الرخامه المناسبه لون صباغ هذا الحيط واللون والنوع ديال الخشب، وشكرا بزاف. وزينه هي هادي. اذا نبغات يابانيه ديجا لتحت. بالنسبه للتحت يعني ما الافضل ان يكون بالخشب. ويكون الا كان بالمارون او لا يبقى ناتشورال، مثلا كان كو ساسوا كان بالشان او لا بالماسيف يبقى ناتشورال، يبقى العود في الطبيعه ديالو، في الطبيعه ديالو غادي يكون احسن. وبالنسبه لابارتي الفوقانيه حتى هي نفس الشكل. اييه كاين مشكل ديال واحد ديال القنت ديزا فيه لاكين. يعني حتى هو كيخصو يتغطى، يعني هذوك لي زيليمون اللي غيكونوا في الفوق يخص من الظهر ديالو يكون واخد لافورم ديال هاد لاكين. اييه على حساب الدوره. بالنسبه للصباغه كي هنا في الصوره كيبان لي بحال الصومون وزليج داخل فيه داك الصومون، الارضيه ديالو بيضاء. الا كان غيدار الخشب يعني من الافضل ان تكون الصباغه تكون بيضاء، غيكون احسن. سامي للاسف كان بودنا نوصلو اكثر ولكن وقت البرنامج وصل للنهايه ديالو. كنشكرك بزاف بزاف على كل المعلومات اللي تقسمتيها معنا، وشكرا جزيلا ليك، وكان موسم موفق ورائع جدا معك. ان شاء الله اكيد هذه الحلقه الاخيره. لا ان شاء الله البدايه قريبه، نرتاحوا شي شويه ونرجعوا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مشكور جزيل الشكر سامي، وشكرا لك على المجهودات اللي كتقوم بها معنا بطبيعه الحال، واكيد ان هذه دارك، ومشكور على كل ما قمتي به معنا هذا العام. بارك الله فيك. شكرا لك. وعطله سعيده لينا وليك، وان شاء الله عواشر مبروكه. المهم ضروري من الاس ام اس ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سامي دنان خبير الديكور على كل المعلومات اللي تقاسمتيها معنا. كنشكر وفاء فايز رفقتنا اليوم في الاخراج، سامي حاشوب استقبل مكالماتكم، هشام ابو زرول سوى الحلقه. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه. شيء طيبه، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. مرحبا بكم على التسجيلات الخاصة بقناة أمونة المزيونة. شكرا.
شي تاع مع